من قبل ما كانت هيك. ما عم صدق، معقولة تسمم حدا بيسم فيران لتموته؟ أنا رح أحكي كل شي لديفران، ويكون بعلمك ليلى رح توقع بورطة كبيرة. طالما ليلى أختك، أنت ليش عم تتخلى عنها؟ ملك خانو، أنا رجال ما بيتحمل الكذب والافتراء. كيف ونحن عايشين من خير ديفران آغا؟ الافتراء ذنب كبير، حتى لو كانت أختي ما بسامحها أبداً. وينو ديفران؟ بغرفته أمي. بيقولوا إنه ما في حدا ما بيغلط، بس نحنا ما بنعرف من وين بتطلع لنا الحية وبتلدغنا. نحنا بشر، بس إنه نلدغ بنفس المكان مرتين ونضل ساكتين، وقتها منكون أغبياء وما لازم نسمح بهالشي. الصدقات اللي وزعناها على المحتاجين عم تحمينا. رب العالمين رجع لنا ديفران من الموت. من اليوم ورايح ما عاد نذكر اسم هديك الحية بالقصر. هي راحت وانقلعت، جهنم اللي تاخدها. أمي، هذا ما عم يغمض عيونه أبدا. حبيبي خير؟ أنت ما بدك تنام يا روح قلبي؟ بدل ما أمه تقعد تهتم فيه راح تدرس باسطنبول. مفكرة راح تصير بروفيسورة. أمي، هي وحدة مجنونة، لو عندها عقل لضلت، بس لا. ميرزا ساروهان بأي غرفة؟ قدام بالغرفة 302. ميرزا. أهلين وسهلين. أنت منيح؟ إيه أنا منيح. إسماعيل بالغ كتير بالموضوع، هو خدش صغير. بابا. بنتي حبيبتي. يا روحي أنت. على مهلك علي، مالك شايفتي متصوب بإيده؟ بلين، ما في شي، تعالي أنت كمان، تعالي عطي بوسة لأبوكي حبيبتي. تسلم يا أميرتي. روزغار بطلي. أهلين بابني البطل. لا تشغلوا بالكم أبدا، هالرصاصة مستحيل تأذي أبوكم. المهم أني مسكت هالحقير، والباقي مانو مهم، مو هيك روزغار؟ منيح. طالما مسكتوا الزلمة، ليش ما بتترك هالموضوع بقى؟ يعني بكل مديرية الأمن ما في حدا غيرك يتابع هالموضوع؟ وبعدين أنت موقف عن شغلك. لسه هلأ بلشت يا بهار، قبل ما أمسك هالكلاب وكل بياعين المخدرات وسلمهم للعدالة وينحطوا بالحبس، أنا ما رح أرتاح. لهذا السبب أنا رح ضل عم لاحقهم. لسه هلأ بلشت. بس بعتقد مانن أهم من حياتك ولا من أولادك ولا من عيلتك. أنا ما عندي أهم من أولادي بحياتي يا بهار. الظاهر إنك ما عم تفهميني بنو. بهاي الدنيا الكبيرة ما في غير أولادنا وبس. بهاي الدنيا في كتير أطفال أبرياء ما بيستاهلوا أنه يتأذوا بنوب، وهالمجرمين عم يسمموا الأولاد بالمخدرات بدون ما حدا يحاسبهم. بنمسك واحد بيطلع غيره. لهذا السبب أنا ما رح أرتاح لحطهم كلياتهم بالحبس واحد ورا الثاني. هاي فهميها، ما رح أتراجع أبدا، رح ساوي اللي بيطلع بإيدي لأمسكهم. ما في داعي نضل نحكي بالموضوع، ماشي؟